عمون ما سألتك قديش بدك مني إجراء؟ قديش بدي؟ يعني $50 بيطلع مناخد من العالم. طيب عمو تاخد $200 وتخليني سوق؟ شو؟ مثل ما عم قلك، يعني خد $200 وقعدني محلك. لو موافق. طيب كتير منيح، بس لا تقلي خففي السرعة لأنه أنا بسوق بسرعة كتير. بس يعني ما تكون سواقتك على قدها. لا لا ولا يهمك عمو، أنا شوفيرة مرة وبعجبك. صف على اليمين لقلك. ايه صف هون على اليمين عمو. ايه تمام، هون هون كتير هون؟ ايه طيب. بتعرفي تسوقي؟ ايه عمو ولا يهمك. ما شاء الله عليك، شغلي شوفير تاكسي قبل هالمرة؟ ايه سامي انا على الطريق. قد ايه بدك وقت توصلي؟ والله ما بعرف، بس يعني لسه بدي شوية وقت. انا عم دق لتيم على الخط السوري وعم يعطيني خارج التخطيط. طيب كتير منيح، معناته لسه ما وصل على الحدود السورية. او في احتمال تاني انه يكون وصل على الحدود ومسكوه لا سمح الله. لا تقول هيك سامي، الله يخليك. خلص دايما بخير وروح يبقى بخير. يلا انا رح صير عنده شوي وبصير عنده. طيب ماشي، خبريني شو بصير معك. ماشي ماشي سامي، يلا الله معك.